أعزائي مشاهدي قناة الحرية في جميع أنحاء العالم، سعداء جدا نلتقي معاكم وأمسية روحية جديدة من أمسيات الحرية. النهاردة الحقيقة عندنا وقت دسم جدا في كلمة ربنا. الكتاب المقدس بيفرق ما بين اللبن العقلي وما بين أكل اللحم، ما بين الأكل البسيط وما بين الأكل العميق، ما بين الأكل السطحي اللي يشبع إلى حين لكن نعود فنطلب من جديد، والأكل فعلا اللي زي ما بيقولوا يرم العظم. النهاردة الحقيقة نفسنا ناخد جلسة عميقة تحت رجلين المسيح. نفسنا النهاردة روح الله يبتدي من كلمته اللي هو كتبها، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، لكن تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. احنا بنصلي النهاردة انه روح ربنا فعلا يحرك الكلمات دي فتخرج من حيز انها مجرد حبر مكتوب على ورق بنقرأه، الى حياة، الى روح، الى تغيير، الى فهم، الى التصاق بالعريس. النهارده نفسنا جدا ان ربنا يدينا وقت فعلا عند رجليه نكون بنسمع، مش بنسمع بس بودنا من الخارج، لكن كمان تنفتح اذاننا الداخليه وفعلا يحصل ختان للقلب بالروح زي ما كلمه ربنا بتقول. النهارده سعيد جدا 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 ان يكون معايا اخ حبيب اعرفه منذ زمان طويل، وشخص ربنا استخدمه في حياتي وفي حياة الكثيرين جدا، والنهارده من خلال شاشة الحرية مع كثير من برامجه في الأيام القادمة حضراتكم هتتقابلوا معاها عشان خاطر ربنا يستخدم هذا الفم المفتوح بالنعمة علشان خاطر كلمة الله بعمقها تصل إلى حياة وقلوب الملايين. معايا النهارده أخويا العزيز هاني نجيب، خادم ومؤسس مؤسسة القديس مكاريوس للخدمة. أهلا بيك أخي هاني. أهلا يا دكتور رأفت. النهاردة قناة الحرية والملايين اللي بيشوفونا سعداء جدا أن أنت معانا، وأن النهاردة هنتكلم على موضوع دسم وكبير جدا. أنا باخد بركة الاشتراك في الخدمة الجميلة اللي أنتوا بتعملوها يعني. ربنا يباركك. في البداية نفسي قوي ان احنا نقرأ مع بعض من رسالة معلمنا الرسول بولس الى اهل غلاطية والاصحاح الاولاني والعدد السادس. الرسول بيقول الكلام ده لاهل غلاطية، بيقول اني اتعجب انكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح الى انجيل اخر. ليس هو اخر، غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح. أخي هاني، هل الرسول هنا بيتكلم على إنجيلين ولا بيتكلم على إنجيل واحد البعض أثار فيه الاختلاط والانزعاج؟ هو بيتكلم على اللفظ اللي استخدمه بولس الرسول، بيتكلم على تحويل الإنجيل، فهو مش كتاب آخر، ولكن هو تحويل الإنجيل ليكون شيء آخر. يعني تقرأ نفس الكلام لكن تاخد انطباع معاكس للي الله أراده من خلال كلمته. هيبان إيه اللي بيعمل كده يعني في الكلام يعني. طيب قول لنا بقى. طبعا الوصف ده او اللفظ ده انفرد به القديس بولس الرسول، لكن انا حبيت اشوف الانجيل الاخر اللي بيقول عليه ده اول ما ظهر ازاي يعني. فلقيت على جبل التجربة الرب يسوع بيتكلم بالمكتوب، وإبليس يتكلم بالمكتوب، فيستحيل يكون الإنجيل اللي بيستخدمه إبليس هو الإنجيل اللي يقصده المسيح. تمام. هذا التحويل مبني على موقف واحتياج آني زمني غريزي ملح. فإبليس بيعرض إنجيل
اللي هو إنجيل الله أصلا، لكن في مقابل محنة الإنسان. من هنا جاء الإنجيل المحور أو الإنجيل المعكوس. يعني أنا بس عايز أحط التحفظ في الأول إن وإحنا بنقترب من هذا الموضوع يجب أن نقترب بكثير من الحذر لئلا تهرب أنفسنا منا. يعني ليس المقصود أن نتكلم عن روحانيات أخرى أو أن نستخف بأنشطة روحية معينة ولا أشخاص آخرين، ولكن المقصود نحن، لأن احنا بنقوم بعملية تدقيق عشان وإحنا بنخدم السيد نبقى بنعمله اللي هو قصده فيه. وبحب كل شوية ان انا اتأكد من صحة الانجيل اللي انا بآمن بيه وبعبد بيه المسيح وبنادي بيه. بولس الرسول هو استاذنا في الحكاية دي، يعني يقول لي ألا اكون قد سعيت باطلا رحت للمعتبرين أعمدة، يعني علشان أقول لهم إنجيلي أهو عندكم ملحوظة فأعطوه يمين الشركة. يعني فالإنجيل المعروض على جبل التجربة، طبعا احنا لما بنتكلم على تجربة الرب او على حياة الرب او على موت الرب نحن نتكلم عن اشياء تخصنا وهي لحسابنا، لأن كل ما حدث في حياة الرب يسوع له المجد هو كان فينا وبينا، لم يكن المسيح بالنسبة لنا إنسان آخر، هو إنساننا، هو حياتنا التي جاءت إلينا من عند الله. فالإنجيل اللي عرض على المسيح، لأن المسيح لا يعرف الخطية ثم أنه بمنأى عن الضلالات، إبليس بيعرض عليه إنجيل كامل وهو يطلب تحقيق الإنجيل بحذافيره. فبيقول له إن كنت ابن الله، طيب ما هو معروف إن الله بيلبي لولاده احتياجهم، يعمل رضا خائفيه، ثم إن الموقف اللي انت فيه ده احتياج غريزي ملح، انت مش هتقدر تعيش كده. يعني قول للحجارة دي تتحول خبز، هو هيعمل بسهولة. على فكرة الكلام بالذات ان هو يعني يبدو من قصة الحكاية ان هو قدم الثمن، اوريدي صام 40 يوم واربعين ليلة وجاعة، وجاع، هو في حالة جوع. الحقيقة مش كل كلام الشيطان اكاذيب، يعني هو يقول حقائق كثيرة لكي يروج اكاذيبه. يعني حتى لما راح يضحك على ادم ابونا قال له كلام كتير حقيقي، لكن في حتة صغيرة معكوسة هي اللي قلبت الموازين كلها. عشان كده الرب يسوع قال عن الروح القدس ان لما يجي الروح القدس هو اللي هيرشدكم الى جميع الحق، مش اي حق، مش اجزاء، جميع الحق. فحق الروحي اللي هو حق المسيح كامل مكمل. فالحق ده عايش المسيح، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح قد صار. لكن لو المسيح حول الحجارة الخبز، أيوة دي فكرة جميلة ومطلوبة ومبهرة وكل حاجة، بس مش هو ده الابن اللي جه من السماء عشان يكون هو حياتنا، مش هو ده اللي لما نعرفه نعيش الملكوت ونعينه. هنا إبليس عايز يلعب في ملكوت المسيح بمنتهى البساطة. يعني
تزييف، يعني انت النهارده بتتكلم على تزييف، والتزييف دايما معروف انه لازم يكون حاجه حقيقيه، يعني عمر ما حد هيزور 3 دولار. ليه؟ لان ما فيش 3 دولار، ما فيش عمله اسمها 3 دولار، اللي بتزيف دايما هي عمله حقيقيه موجوده، لكن مع بعض التغييرات الخفيفه وسرعه والفلوس دي كلها ما فيش حاجه بتسندها، يعني الفلوس دي ملهاش حائط من سوري من الذهب مثلا غطاء بيغطيها. بيقولوا دكتور رأفت ان اخطر انواع الباطل هي حقيقه محرفه باعتدال. دي بتبقى خطر قوي، لكن بياتي سؤال، طب وهو الانسان يعرف الفرق منين؟ طب ما في ناس بتقول كده وناس بتقول كده وناس بتقول كده، طب وانا ايش عرفني بقى الحقيقه؟ هي الناس فاكره ان ابليس كان يقول للمسيح مكتوب، فالمسيح يرد يقول له عليه مكتوب ام يفحمه يعني. لا، المسيح قدم حياته ان هو الكلمه الحق. هذه الحياه في نفور تلقائي بينها وبين العالم. يعني قريت مرة والعهدة على الكاتب يعني ان المسيح لما قال للناس انتم من اسفل اما انا فمن فوق، دي في اليوناني اسمها الاكتو كاتو والاكتو انو، اللي هو الكاسود والانود، اللي هما لا يلتقيان الى لحظة، اللي هو السالب والموجب. فالمسيح هنا يقدم حياته، هو واجه العرض الدنيوي اللي عايز يحول ملكوت الله الى منطق سريع وعاجل بسبب الضغط الغريزي بتاع الإنسان واحتياجاته، عايز يستغل الفرصة دي ويسحب مننا العطية العظمى اللي المسيح جه عشان يحققها لنا، وفي نفس الوقت يدينا نصرة ويدينا تفوق ويدينا احتياجاتنا. فحياة الابن نفسها هي الجواب اللي العالم مش قادر يلعب فيه واللي إبليس مش قادر يحوره، مش النص بتاع الكلام. وده الفرق في تعاطي الإنجيل، إنسان يأكل المسيح ويتحد به من خلال كلامه، وإنسان يتغذى بالكلمة، وإنسان يحيا. عشان كده إحنا بنلجأ للآباء دايما، مش عشان نحط كلامهم زي الإنجيل زي ما بيتهمونا يعني، لا، عشان نشوفهم كانوا بيفهموا الإنجيل ازاي، نشوفهم كانوا بيتعلموه ازاي. لأن يعني أذكر القديس يوحنا الدرجي، والذي كانوا أحيانا يلقبونه يوحنا السلمي لأنه هو اللي كتب كتاب سلم الفضائل، كان يقول أن سكون النفس هو أحد أسرار الحياة الآتية، والسكون هو اللاهوى. الحقيقة اللي بيخلي إبليس يحول الإنجيل، على فكرة مستخدما أي شخص، يعني هو لما حب يعرض على المسيح عرض تاني قبل الصليب يقول له بلاش البهدلة اللي انت عمال تتكلم عليها دي، بطرس فزق بطرس قال له روح قول له هو انت كل شوية تقول هتقلم وتخلي رقبتنا زي السمسمة كده، ده احنا مستنيين المجد والبرع، امال فين الابن وفين قال له اذهب عني، نفس الكلمة، اذهب عني، بدأ ينتهره. ايوه، اذهب عني يا شيطان، القطبين اهم. اذهب دي يعني ما ينفعش الفكره دي او المنطق ده او الانجيل ده يبقى هو انجيل المسيح.
واضح جدا. يعني انا عايز اقول ان في هنا حاجه محوريه قوي، انه في محاولات ابليس لتزييف كلمه ربنا بيستخدم الكلمه الحقيقيه يا اما في غير موضعها، يا اما علشان خاطر يلعب على اوتار احتياج الانسان الحالي الاني، فيحاول انه يستخدمها علشان خاطر الانسان زي ما انت تقول يبتدي يتعاطى الانجيل، بس الطريقه ما هياش الطريقة اللي الله كان يقصدها. مش هي نفس الطريقة اللي روح الله نفسه هو بيقول الكلمات ديت كان يقصدها انها تتعمل. هل يمكن دوت اللي بيخلي ناس كتيرة يا اخي هاني يقول لك اهو ما انا زي الابن الاكبر، طب ده انا عملت وعملت وعملت وكل حاجة وماشي، يعني كافي خيري شري. إيه إيه هو ما قدرش يفهم معاملات ابوه لان تركيزه كان على المعاملات، هو ما قدرش في الحقيقة يفهم قلب أبوه، هو ركز دايما على النتيجة، السبب والنتيجة، وكان محور حياته كلها ملتفة حوالين كده. هل دوت مرتبط كمان باللي عمله إبليس مع المسيح في الموعظة على الجبل؟ طبعا هو عايز يعني يدلل على البنوة برد فعل الله لاحتياجاته. يعني انت جعان اهو. بس على فكرة عشان من الناس ما تخافش وتكش، يعني هي عملية تلقائية طبيعية ليس فيها اي قدح للذهن ان الانسان يقعد يشوف الصح، لا لا لا، زي ما انا بقول ده حياة الابن هي جواب الله الحقيقي، هي الحق اللي لا يمكن تزييفه أبدا. فده اللي المسيح قدمه ردا على العرض الشيطاني بالإنجيل الآخر أو بتحويل الإنجيل. وبالإجماع تبص تلاقي ظهرت معرفة أكثر منطقية، بس مش هي معرفة المسيح. يمكن هنا زي ما انت لمست، ويمكن دوت جزء من ليه قناة الحرية موجودة. قناة الحرية مش عشان خاطر مجرد انها تكون اضافة لقنوات اخرى كثيرة رائعة ومباركة، لكن لان في جوانا رغبة عارمة ان احنا نقرأ من خلال التسليم الابائي، مش لان دوت موازي للإنجيل أو بيفسر الإنجيل أو أعلى من الإنجيل، لكن لأنه دوت قبل ما الكنيسة تنقسم وقبل ما يبقى فيه طوائف، كانت الكنيسة اللي شبعانة وعايشة على مستوى الوحدة كانت جواها إيمانيات واحدة، كان جواها خبرة واحدة، وكانت بتعتمد على التسليم، كانت بتعتمد على يا أبنائي أولادي الذين أتمخض بهم إلى أن يتصور المسيح فيهم، اللي هي فيها التسليم دوت الحياتي، مش مجرد التسليم العقلي، مش مجرد تسليم المفهوم الصحيح، لكن تسليم الحياة نفسه. احنا النهاردة وإحنا بنحاول من خلال قناة الحرية ان احنا نرجع لكده، عايزك بس تلقي ضوء على يعني الكتاب المقدس بيتكلم وبيقول انه كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يخرج كل يوم من كنزه جدد وعتقاء. الجدد والعتقاء. هو كاتب، المسيح هنا لما بيقول كاتب مش هو الإنسان اللي بيكتب، الكاتب اللي جمعها كتبة. كان الكتبة هم المنوط بيهم شرح الشريعة وتقديم الكلمة للناس. فالمسيح بيقول في ملكوت الله الكتبة بتوعي اللي متعلمين في ملكوت الله، أي اللي عايشين ملكوتي عن حق ومتعلمينه، المكتوب فيه، الكلمة فيه، الكنز جواه، وكل يوم يطلع من الكنز ده أي فيض عفوي جدد يعني اكتشافات، وعتقاء يعني هي الأمور الأصيلة والأولى. كان القديس أغسطينوس يقول للرب يسوع، يناجيه كده يقول له أيها الجمال الفائق في القدم
والدائم جديدا إلى الأبد. جدد وعتقاء، كنت أبحث عنك كأنه تعددت أمكنة سكنك لي، لكني يوم وجدتك عميقا في أعماقي. المعرفة دي والنعمة ديت يجب ان احنا لما نقترب من الكلمة ما نبعدش عن الناس دي، ما نبعدش عن الكتبة الاولانيين دول اللي قال عليهم المسيح اللي متعلمين في ملكوت السماوات، اللي دايما كانوا القديس ديديموس الضرير كان الله معطيه موهبة فائقة في الفهم الروحي لكلام المسيح. دي عطية، دي نعمة. بولس الرسول كان يقول عنها الاستنارة. ويحكى عن القديس أنطونيوس ان لما كان يجي زوار ويحبوا يقابلوه يروح تلاميذه يقولوا له يا ابانا في ضيوف عايزين يسلموا عليك، يقول لهم عميان ولا مفتحين؟ فيقولوا له يعني ايه يا ابانا؟ يقول لهم يعني من مصر ولا من اورشليم؟ يقصد مصر العالم، اورشليم يعني ملكوت السماوات. فيقول لهم من مصر ولا من أورشليم؟ إن كانوا عميان أدوهم لقمة يكلوها وصرفوهم، إن كانوا مفتحين أشتاق أن أجالسهم. يقصد عين الذهن المفتوحة، ودي المعجزة الأولى اللي بيعملها المسيح في حياة الإنسان. على فكرة الكنيسة كانت تسمي أحد التناصير أحد الاستنارة. وكانت فكرة الاستنارة والعين المفتوحة كلمة أثيرة مستخدمة في الكنيسة، معرفة الله الحقيقية. ممكن واحد يكتب كلام لو أمه قرته ناس كتير تفسر كلامه، لكن هو أمه لما تقرأ كلامه تقول لا ده ابني وأنا عارفاه. أو واحد يقول أنا أعرف أبويا يقصد إيه بالكلمة دي كويس قوي، أنا يعني ده أنا معاشره. يعني ده من غير ما يقول أنا بفهمه. دي نعمة حلوة. يا رب يرجع تاني يبقى فيه حاجة روحية جميلة معروفة الناس بتترجاها في صلواتها وفي عبادتها، لأن الكنيسة بتخدم عليها بصراحة. اسمها الاستنارة. يعني يمكن اللي حضرتك بتقوله دوت اللي هو اتكلم عنه الرسول بولس وقال إنه منذ سمع عن القديسين في أفسس عن إيمانهم ومحبتهم لجميع القديسين لأزال ذاكرا إياكم في صلواتي أن يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته مستنير عيون أذهانكم لكي تعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين، ما هي عظمة قدرته من نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته اللي عمله في المسيح. وكل يعني هنا الرسول بيقول انه انتم يمكن وصلتم لقامة حلوة في المحبة وفي المعاملات وفي كل حاجة، لكن لا أزال طالبا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلاة. واضح انه فيه كقلب الأب اللي بيسلم ولاده شعر النقطة دي محتاجة تتلمع. لاحظ دكتور رأفت ان بولس الرسول كان يجيد الشرح والتعليم والتوضيح، لكن كان يجي عند حتة الاستنارة دي ويقول لهم احني ركبتي لدى الله ان يعطيكم بحسب غنى مجده روح المجد والاعلان في معرفة. أنا عايز قبل ما نعدي النقطة دي أوجه كلمة إلى مشاهدينا، أقول لهم دخل في صلاتك ودخل في أشواق قلبك هذه الطلبة باستمرار،
قل له يا رب نور عيني وقلبي، أو بلغة بولس الرسول مستنيرة عيون أذهانكم. الذهن في فكر بولس الرسول هو القاعدة العميقة اللي بيتبنى عليها الإنسان كله، مش الذهن يعني المخ بس، وبرضه مش هي القلب بس، لكن الإنسان الجواني، الإنسان العميق اللي بيقول عنه بطرس الرسول إنسان القلب الخفي. لو العين دي اتفتحت الجهاز الروحي يشتغل خلاص الإنسان يخش الكنيسة يبقى حضور الله بالنسبة له، والكلمة اللي يسمعها تبقى زي النار. يقرأ الإنجيل قلبه يرتج. قصة تانية. عشان كده احنا مش بنتمسح في أبائنا، مش بنتباهى بيهم وخلاص، لا، احنا بنحب نشوف هم كانوا معشقين ازاي مع الرب يسوع. امين. انا عايز يعني واحنا بنكمل معانا الاخت صفاء من مصر، اهلا بحضرتك، اتفضلي حضرتك على الهوا. اخت صفاء، الو، اتفضلي يا اخت صفاء، اهلا بيكي. صباح الخير. اهلا وسهلا بيكي، صباح النور. صباح الخير، اهلا بحضرتك. يا ريت حضرتك بحب ابارك خالص على حضرتك، بس وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون لو تسمحي عشان في ديلي، كلمينا من التليفون. اتفضلي. بحب ابارك على القناه الجديده ديتي، لان انا كنت قاعده سهرانه يعني، فبجلي في القنوات، فجيت قناه الحريه دي، فيعني حبيت ان انا اتصل على الهواء وابارك لحضراتكم. ربنا يباركك. ألف مبروك على القناة الجديدة، قناة الحرية. ربنا يباركك. بس ما أعرفش إن هي فتحت من إمتى، يعني فتحة من قبل كده من فترة، ولا هي لسه فتحة؟ لا، يعني ما أعرفش، عايزة أعرف من إمتى. إحنا لسه بادئين البث التجريبي الأسبوع ده، يعني خرجنا من البث التجريبي وبدأنا البث الأسبوع دوت، وقبل كده كان في بث تجريبي. وبرضه برحب بالأستاذ هاني رمزي. هاني نجيب. سمعت كلماته يعني، استفدت خالص منها. شكرا لك، بشكرك. عندك سؤال او مداخله اخت صفاء؟ اكثر عن حاجه تاني. طيب يعني انا بحب اقرا في الكتاب المقدس جدا، بس مش عارفه طريقه يعني امشي عليها في دراسه الكتاب المقدس. ومثلا انا قريت سفر التكوين، وبعد كده خلصته في تفسير، بدات في سفر الخروج. يعني انا بحب اقرا خالص، بس الحاجه اللي بقراها بنساها، يعني ببقى في مخ الحاجه اللي انا بقراها، الحاجه اللي انا قريتها خلاص بنساها. فعايزه طريقه يعني كويسه ان انا ادخل جوه الكتاب المقدس وافهم منه ككتابيا وكدراسه يعني وكروحيات، يعني بفهم في روحيات اكتر من الدراسه. فنفسي اتعمق في الكتاب المقدس، يعني يا شايفه الاستاذ هاني بيتكلم بتعمق جامد، انا نفسي اكون كده بصراحه. فعايزه يعني طريقه يعني. طبعا هي الحسنه هي الغيره في الحسنى. انا عارف ان في برنامج بحاله عن فهم اساسيات كلمه ربنا، انت هتقدمهم لنا في قناه الحريه. هي الطريقه اخت صفاء، الاول تبتدي بالعين المفتوحه دايما قبل ما تقري الكتاب، ودايما تطلبي من الله، تقولي له زي ما كان الصبي صموئيل بيقول للرب: تكلم يا رب لأن عبدك سامع. وداود كان يقول له: افتح عيني لأرى عجائب من شريعتك. قراءة الكتاب غير قراءة أي كتاب، فهي لا تعتمد على الاستذكار العقلي أو الفهم الإنساني، لكن تعتمد على قبول الكلمة. فالإنسان اللي بيقدم قلبه وعقله مطيع لله، يقول له اشرق علي يا رب بمعرفتك، ويحول الإنجيل لصلاة، ويصلي بالكلمة اللي هو بيقراها، والخبر اللي بيقراه في الإنجيل يقول له: يا رب أنا بآمن بالخبر ده وبقبله.
بعد شوية الإنسان يلاقي الكلام اللي هو بيقراه والكلام اللي هو قبله هو هو الكلمة. الرب يسوع المسيح له كل المجد. أمين أمين. عايز أرجع تاني للوقا 4، لأن أعتقد أن أنت لمست وتر حساس قوي يا أخي هاني. مفيش حد فينا ما بيقعش في موقف بيبقى أول رد فعله يا إما ربنا يستر، يا إما يا رب احمي، يا إما يا رب اعمل، يا إما يعني دايما في ناس علاقتهم بربنا مرتبطة بوصولهم إلى مرحلة الاحتياج، فهو مفيش شركة دائمة لكن في موقف بيحطه في الاحتياج. إزاي إبليس ممكن يستخدم الاحتياج ده ويبتدي يقدم لينا إنجيل تاني يشوه بيه اللي ربنا كان عايزه؟ أمثلة عملية. أحلى مثل عملي اللي الكتاب بيقوله في لوقا 4، إن إبليس أخذ يسوع إلى جبل عالي. دي كلمة كبيرة قوي. إزاي إبليس ياخد يسوع كده يعني؟ وإيه الجبل العالي ده اللي يوريه كل ممالك العالم في لحظة من الزمان؟ ده جبل رؤية معقولة. ممالك العالم اللي هي الملكوت الأرض بكل عطاياه اللي الكتاب مسميها العالم ومجده كله وراها أو عرضها على المسيح في رؤية عقلانية بضغط شديد استغرق من الزمن لحظة. هذا الضغط عشان يخلي المسيح يوافق انه يستبدل ملكوته اللي مش باين، اللي الانسان مش قادر يقيس ابعاده، بملكوت لحظي سريع فعال، وينسى القصة التانية دي. ليه بقى؟ لان الملكوت اللي المسيح جه عمله بصراحة ابليس مش لاقي حل فيه. يعني لما تشوف الرب وهو بيفتح باب الملكوت للص التائب اللي كان مصلوب معاه، تقول فعلا كل اللي عمله ابليس في حياة الراجل ده طول عمره فتنة وقتل وبلاوي، ملكوت المسيح نجاه وأنقذه وشفاه وحرره، وإبليس مش قادر يعمل حاجة. فكل شغلانته أنه يصرفنا عن ملكوت المسيح الروحي. طيب، علشان كده المسيح بيعتمد في علاقتنا به على استعلان ملكوته في قلب الإنسان. هنا يحصل التنافر التلقائي اللي بنقول عليه من شوية بين ملكوت الله اللي في قلب الإنسان وبين ممالك العالم كله. على فكرة مش كل ممالك العالم حرام، مش كل عروض إبليس خطية وكلام فارغ يعني، لا، ده عنده حاجات محترم وعنده حاجات مهمة وهكذا يعني. فالإنسان مش حكاية حرام وحلال، حكاية ده ملكوت الله وده العالم، ده نظام وده نظام. فهو عايز الإنسان ياخد المعطيات كلها، بس بلاش الملكوت اللي هو ملوش سكة فيه. لأن بحسب كلام المسيح والإنجيل إبليس طرد من ملكوت السماوات. الآن رئيس هذا العالم يطرح خارجا، فهو عايز يطلعنا احنا بره عشان يطلنا، لكن جوه الملكوت ملوش حيلة معانا. طيب اعمل ايه يا رب؟ قال لي كل ما تيجي تصلي قول ليأتي ملكوتك. اتيان الملكوت يعني استعلانه، يعني امتلاكه على قلبي وفي قلبي. وأول مرة يبان الاستعلان ده
لما كان المسيح داخل أورشليم، بص لقوا العيال والكبار والمتعلمين والجهلة والرجالة والستات والغني والفقير عمالين يقولوا إيه؟ أوصنا يا ملك إسرائيل، أوصنا في الأعالي، مبارك الآتي باسم الرب. إيه اللي حصل؟ الملكوت استعلن وظهر ملكوت المسيح، أنه ملكوت قلوب على قلوب البشر، وأنه يظهر ويتحقق في قلب الذين آمنوا بالمسيح. فكل ما تيجي تصلي، المسيح قال لي كده ووصانا كده، قول ليأتي ملكوتك. عشان كده يمكن لما المسيح لاحظ ان في حالة من النشوة والترقب الشديد جدا، والناس كانت متخيلة في ظل أوج المجد والشهرة ديت انه ملكوت الله عتيد ان يستعلن، قال لهم لا تضلوا، ملكوت الله داخلكم. يعني مسكهم في اللحظة الحاسمة. أحب أخذ المكالمة ديت معانا جناب القمص تكلى عزمي، كاهن كنيسة ماري مرقس في سياتل في واشنطن. أهلا بك يا قدس أبونا، نقبل الأيادي. أهلا أهلا دكتور رافت، ألف مبروك للقناة الجديدة، وأنا معجب أوي بالمقالات والضيوف الحلوين، وعايز أسلم على الباشمهندس هاني نجيب. وانا بسلم على قدسك يا ابونا، وبقول لك احنا بنتبارك بتداخلك معانا وحديثك معانا يا ابونا. احنا عشرة قديمة، انت من شبين الكوم وانا من شبين الكوم. خلاص افتكرت يا ابونا. انا خلاص افتكرت يا ابونا. اهلا بقدسك، اهلا بقدسك. ده احنا كنا جيران مش عشم يعني افتكرت قدسك وافتكرت تقواك ومخافتك ومخافتك لله يا ابونا. ده احنا معجبين خالص بالكلام الحلو، شوقتنا للملكوت. تعيش يا ابونا. عايزين نكتر من كلام الملكوت الجميل اللي حضرتك بتقوله ده. تعيش يا ابونا. الله. لياتي ملكوته يا ابونا فينا كلنا. جميل قوي، جميل. ربنا يقويك ويعينك. صدقني يا ابونا فرحان اللي بسمع صوتك بعد السنين دي كلها. ايش يا حبيبي؟ طيب اهلا يا ابونا. انت كده بقى بتجري رقنا يا قدس ابونا ان احنا نيجي سياتل، قناه الحريه تعمل زياره لسياتل. و قوي قوي نكون سعداء خالص دكتور رأفت وزمايله، اي حد معاه كمان. ربنا يخليك لينا يا قدس ابونا، صلواتك و يعني مش هنوصيك انه كل سياتل بقى تسمع قناه الحريه، والاخ هاني هيكون دائم الظهور سواء في برامج لايف زي اللي احنا بنعملها او برامج مسجله ان شاء الله. بركة كبيرة ربكم من أجلي. تعيش يا أبونا. صلواتك يا أبونا. أخ هاني، ناس كتيرة قوي بيقولوا طب يعني أنا النهاردة لما أكون محتاج لحاجة ما أروحش لربنا؟ يعني افرض أنا محتاج لشفاء، محتاج لفلوس، محتاج لشغل، محتاج لورق، ناس كتير قوي ما عندهاش ورق، محتاج لعيال ما بخلفش، محتاج لاستقرار. هل الحاجات دي كلها يعني فين موقعها هنا؟ وازاي ممكن إبليس يخش من خلال الاريا ديت علشان خاطر يبتدي يعمل تحوير بطريقة عملية؟ بص دكتور رأفت، المسيح وهو جائع بعد صوم 40 يوم، ده احتياج ملح قوي غريزي طبيعي، مفيش حاجة غلط، مشروع. فالعرض هنا كامن فيه أن الإنسان يظن أن حياته في الخبز. فلما جه المسيح إنساننا الكامل في القرن الرابع الميلادي، كان عايش في برية شهيت قديس اسمه أشعياء الإسقيطي.
عشان بس الناس تبقى فاهمه ان الاسقيط والبريت شهيت اللي هي وادي النطرون دلوقتي. كان لما يجي يصلي يقول للمسيح يا انساني الجديد الفاخر المنزه عن الخطيه. المسيح هو انساني اللي جه من عند الله، هو حياتنا. بولس الرسول قال كده، متى أظهر المسيح حياتنا سنكون مثله. ويوحنا الرسول يقول الله أعطانا بصيرة، اللي هي الاستنارة اللي كنا بنتكلم عليها، لكي نعرف الحق، والله أعطانا حياة أبدية، هذه الحياة هي في ابنه. أنا عايز أقول حاجة مهمة، بر المسيح بر محسوب وليس موهوب، يعني مش اداني أبقى زيه، مش ممكن. ده احنا خليقة وهو خليقة، لكن لما بقي هو حياتنا بقي نحن فيه وهو فينا، بحسب كلام بولس الرسول، خليقة روحية ميتة مع المسيح ومدفونة معاه بالمعمودية وأيما مع المسيح في جدة الحياة، مش منفصلة عنه أبدا. هذه الخليقة الجديدة هي عطية الله العظمى والسمينة. فالمسيح هو إنساننا الجديد. الناس كلها بتشوف سيدنا البابا أو الأب الأسقف ماسك في إيده حاجة كده، عصاية فيها من فوق تعبان أو حية ونازل فيها قماشة حمرة، هي مش قرمزية، هي قرمزي. قرمزية. بس ساعات ببقى نفسي حد يقول للناس إيه اللي في إيد سيدنا ده. الكنيسة جمعت كل مشتملات الخلاص اللي يعني الله قربها من وعي الناس في العهد القديم. الحية النحاسية قال للشعبه، شعبه كانوا غلطوا وغزوه وزعلوه، فمات منهم في يوم واحد 13,000. فموسى راح للرب يصرخ يقول له الشعب هيفنى كده، قال له طب بص انا عندي حل. ايه يا رب؟ قال اجيب لهم في الحالة اللي هم فيها دي والخطية ركباهم من فوقهم لتحتهم، ما لهمش غير الابن يسوع المسيح ابن الله، ان هو يبقى حياتهم. الراجل اللي عضته الحية ده، السم في دمه، السم في مخه، السم في اعصابه، لو شال عينه من على الحية اللي عضته وشال عينه من على نفسه وبص للحية الطاهرة البريئة، كان النحاس أنقى معدن يعرفه الإنسان في ذلك الوقت، لا يموت. فلما جه المسيح يشرح الحكاية دي قال لنيقوديموس، زي موسى ما رفع الحية النحاسية في البرية، هكذا ابن الإنسان رفع على الصليب عشان كل اللي يؤمن بيه تكون له الحياة الأبدية. نؤمن به. ناس فكرة أن الإيمان هو مجموعة المعتقدات، هذا جزء من الإيمان، أو هو الإيمان بالغيبيات، أو هو تصديق أن المسيح هو الله. كل ده حلو، لكن في إيمان قال عنه بولس الرسول في غلاطية 2:20، إيمان ابن الله الذي أحبني أنا وأسلم نفسه من أجلي. ابن الإنسان اللي رفع ده على الصليب، لو أنا قبلته، أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. لما أنا أقبله
يصير هو إنساني، يصير هو حياتي، أشفى من نتائج الخطية. على فكرة المعمودية في الكنيسة هي توبة وإيمان ومية، أو مية وتوبة وإيمان. صدقني لو بينهم 40 سنة عند المسيح، ده فعل روحي إلهي واحد خارج الزمن اسمه الولادة من فوق. وكان القديس كيرلس الكبير يعلم المعتمدين الجدد، يقول له اوعى تنزل جرن المعمودية وانت مش بتآمن ان ده موتك مع المسيح، او بلغة بولس الرسول احسبوا انفسكم امواتا في المسيح يسوع. دي الحياة النحاسية. والقماشة القرمزي دي، ده الخيط القرمزي اللي علقته رحب الزانية. وكل ما تيجي سيرتها في الانجيل بولس الرسول يقول الزانية، يعقوب الرسول طب ما خلاص عرفنا بقى خلوها رحب وخلاص، قالك لا اصل ده فخر الملكوت. ان الانسان اللي مالوش حل، ملكوت المسيح نجاه ونقلنا من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته. الله اللي حبني وأسلم نفسه من أجلي هيحوش عني لقمة العيش؟ قال لي بس إيه بقى، اوعى تجري ورا الطعام اللي تاكله وبعد ساعتين تجوع تاني، ده أنا هديهولك، لكن عشان خاطري اطلب واشتاق وسعى للطعام اللي عليه خبز ختم الآب، الطعام الباقي للحياة الأبدية. بالمناسبة المسيح قال لنا لما تيجي تصلي قول خبزنا كفافنا أعطينا اليوم. الناس فاكرة خبزنا كفافنا يعني يا رب اديني يعني اللي يكفيني النهار ويعمل لك ويبوس ايده، قال يعني خبزنا كفافنا، قال عايش على الكفاف. هي مش معناها كده، ادينا الخبز الآتي، عشان كده ساعات يقول خبزنا الذي للغد، ادينا الخبز الأبدي النهاردة يا رب، خبزنا الذي يكفينا أعطينا اليوم، أعطينا الخبز المشبع اللي يأكله الإنسان ولا يموت، شخص المسيح. إحنا عندنا أعجب إله يتحب ويتاكل ويتشرب، زي الام لما تمسك ابنها البيبي تقول له عايز اكلك، بس ما ينفعش. المسيح قال من ياكل جسدي ويشرب دمي له حياه ابديه. في اله كده. معانا من دبي الاستاذ ريمون غبور، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا 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 يا استاذ، ازيك؟ اهلا بيك، سعداء نسمع صوتك. السعادة كلها ليا، يعني أنا فرحان إن أنا أسمع صوتك النهاردة، وفرحان بوجودكم ووجود الأسهاني أو ألسط حياتي يعني بيك جميعا. أهلا حضرة القبطان. أهلا بيك أهلا بيك أخي هاني، إزيك؟ أهلا بيك. أنا عارف إن أكيد عندك تعليق على كلامنا يا أستاذ ريمون، ويمكن تقدر برضو تحكيلنا في عجالة ازاي يعني خبرتك في الكلام ده كان شكلها ايه؟ بالحقيقة هي فعلا يعني اللي يعرف ربنا او مش شرط يكون دارس، مش شرط يكون، هي في سلام ساعات بيخش في القلب كده، زي ما تقول يعني ربنا بيكون مش عارف اقولها ازاي الحقيقة، ولكن يعني كتجربة الواحد بعد مثلا 50 سنة يحس يا ربنا تاري كان بيحبني قوي وانا لسه مكتشف دي دلوقتي. بعد 50 سنة، بعد 60 سنة،
أقول يا ربي طب ليه سبتنا 60 سنة أو 50 سنة؟ وفي الآخر الواحد يكتشف إن هي خطة عظيمة، خطة عظيمة لكل واحد فينا، ما تفرقش بالسنين، مش مهم بعد 50 سنة بعد 60 سنة، وتحس إن نفس الشعور فعلا يعني زي ما حضرتك لسه بتكلمين دلوقتي لما الأم بتاخد الطفل وتقول له أنا نفسي أكلك، وفعلا الواحد بيبقى هذا الشعور شعور عميق، الواحد ما بيبقاش عارف يعمل إيه ساعات. فيعني هقول إيه، يعني التأمل والعيشة مع ربنا طبعا جميلة، ولكن كنت عايز أقول لك على حاجة. أنا عارف أن لك كلمات عشق مع المسيح تناجيه بيها في بيتك ومكتبك وسيارتك، وانت مرة بعت لي حاجات كده قريتها، ما تقول لنا كده حاجة من آخر ما تغزلت بيه في المسيح يعني. يعني دي احلى لحظات في الحقيقه، اللي يعني يوم ما بحب ان انا انبسط واستريح بقعد كده ولوحدي وبكتب ساعات قول لنا حاجه بلغ من اخر حاجه. يعني اخر حاجه كتبتها اسمها كمل يا كامل. اوكي، كمل يا كامل دي ليها ذكريات معايا كبيره. كمل يا كامل حسب إرادتك، يصبح خيرك لينا مؤكد، اختر لينا كل حياتنا، فيك ثبتنا وقوي ثقتنا. كمل يا كامل واصفح عنا، وانزل لينا أوام رجعنا، عيش في قلوبنا وبيك حصنها، ما تخليش ولا سهم يسيبها. كمل يا كامل بيك فرحتنا، بحبنا ليك جمر بيلهبنا، شعور فريد وانت في حضرتنا، ما هو انت الكنز وكل غايتنا. كمل يا كامل بسياق حوطنا، وجنودك ليل ونهار تحرسنا، مهما عدو الخير جربنا، هيكون ايه جنبك يا حبيبنا. خليه يعرف ان ولادك صعب ياخدها من احضانك. كمل يا كامل نقي وطهر كل حواسنا، ومن روح قدسك املى انفسنا، كل املنا وكل طموحنا يعيش يا يسوع دايما في قلوبنا، املاها حب ونعمه ونور، يضوي لكل شريط مغرور. كمل يا كامل سلامك تعطينا، انزع خوفنا وبيك كفينا، قوي جدرنا وغذي فروعنا، ولا تجعلنا شكر السينا. عاوزين ارضنا دايما خصبه، علشان نثمر ليك يا فدينا. كمل يا كامل ده احنا فراخك، ضمنا دايما تحت جناحك، ده اللي يجرب دفء حنانك وبحبك يشعر وبإحسانك، يمسك فيك كطفل رضيع واثق إنه في حصن منيع. كمل يا كامل بيك هنكمل، عمرنا كله فيك نتأمل، ادينا نعمة بيها نتكلم، سبح اسمك ونتعلم، دايما نشكر كل عطية، حلوة كانت أو باينة رضية، واثقين ان الهنا البار بس الخيرنا راح يختار. كمل يا كامل. امين امين. لا ده احنا وقعنا على دواوين بقى. كان له قريب وصديق وكان اخويا وقريبي وصديقي، يجمعنا احنا الاتنين، فكانت في بقه كلمه كمل يا كامل، وهو في عز مرضه وفي عز آلامه هو تكمل وراح السما خلاص.
كان يقول لما يطلب طلبة لحد كمل يا كامل. طب هو على مبدأ التسليم والتسلم اللي احنا بيقوله، حب الإله بتاع هذا الشخص، والإله بتاع هذا الشخص اسمه الكامل، فكتب له قصيدة يقول له كمل يا كامل. ده نوع من المزامير، هو مش شعر وخلاص، لا، ده الإنسان اللي بيحب الرب، لو طال يكتب له، لو طال يغني له، لو طال كل حاجة يعني. طيب أستاذ ريمون، على موعد مع الحاجات دي، احنا محتاجينها، الإيميلات بتاعتنا موجودة، عايزين الحاجات دي تطلع للنور. حاجة من ضمن الحاجات الحقيقة اللي نفسي تتملي بيها شاشتنا، مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، بمعنى أنه زي ما كان النبي داود بيقول لساني قلم كاتب ماهر، متكلم أنا بإنشائي للملك، أنت أبرع جمالا من كل بني البشر، انسكبت النعمة على شفتيك. في الموضوع مش موضوع واحد قاعد يحط قافية، مش موضوع واحد قاعد علشان خاطر يزبط حاجة مع بعضها عشان يطلع شيء، لكن ده سيولة وفيضان بيجد، يعني زي ما يكون بيحفر لنفسه وهو ماشي الطرق النهرية. شيء رائع، شيء رائع رائع. عايزين كنيستنا تمتلي، عايزين بيوتنا تمتلي، عايزين حياتنا تمتلي. متكلم أنا بإنشائي للملك، يبقى ألسنتنا قلم كاتب ماهر، قلم كاتب ماهر. بشكرك جدا جدا يا أخي ريمون. عارف معنا ناس على التليفونات، معنا الأستاذ سيد عمار من مصر. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا دكتور رافع. أهلا بك يا أستاذ سيد. أنا ببارك لك على القناة. أهلا بيك، ربنا يبارك فيك، وبحيي ضيفك. أهلا وسهلا، اتفضل يا أستاذ سيد، سامعين حضرتك. أنا بحيي ضيفك اللي كلامه بيخش القلب أدي. ده كلام المسيح، مجدا للرب. أستاذ سيد معلش أستسمحك توطي التلفزيون وتكلمنا من التليفون عشان في ديلي شوي. أنا بره خالص مش قدام التلفزيون. أهلا بيك، أهلا بيك. أهلا بيك يا دكتور رافع. أي مداخلة، أي سؤال، أي تعليق؟ ايوه 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 انا بسمع القنوات المسيحيه بقى لي سنه، هل اتفضل حضرتك، سامعين حضرتك، اتفضل. انا بسمع القنوات المسيحيه بقى لي سنه. حلو خالص. وقلبي بقى كله للرب يسوع. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. وعايز حد يساعدني. تحت أمر حضرتك، حضرتك سيب نمرتك وأي تساؤل عند حضرتك، إحنا يعني نبقى سعداء إن إحنا نجاوب عليه إن كنا نقدر. أهلا بيك، شكرك جدا يا أخي. وانت بتقول عايز حد يساعدني دلوقتي، السما سمعتك وهترتب كل احتياجاتك الروحية وأشواقك السماوية، ودي مسؤولية المسيح، ما تقلقش. قل له كمل يا كامل. وكتاب المقدس بيقول ان هو لا يخزى منتظروه، ومنتظروه مراقبين الصبح.
حتى لو اتأخر شوية بزوغ الفجر لكنه قادم لا محالة. معانا الأستاذ مجدي تدرس من مصر، أهلا بحضرتك يا أستاذ مجدي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك تابعت كده يا فندم عليك وعلى ضيفك الكريم. وعلى حضرتك، اتفضل. حضرتك أنا ليا مداخلة، لأن إحنا أنا بقالي كتير قوي مش متابع للتلفزيون وخاصة للقنوات الدينية، بس النهاردة بالصدفة لقيت البرنامج لأول مرة أنا بتفرج عليه وعرفت إنه جديد، ولقيته يعني بيتكلم في حاجة، يعني البني آدم لو بص لأي حاجة قدامه مش محتاج إن حد يكلمه عنها. لو أنا لو لو لو, لو أنا مش عارف يعني بتكلم لما باجي أتكلم عن ربنا دي مش سهل أبدا يا أخويا إنك تتكلم عن ربنا. الكلام عن ربنا ده بحس فيه حاجات كبيرة أوي، البني آدم لما يخش فيها أو بس لما مجرد إن عيني تتكلم على ربنا مش عايز حاجه تاني كده. الاخ طيب بيقول عايز حد يساعده يا ابويا. سعد كل اللي مطلوب منه او سيد كل اللي مطلوب منه انه يقف ويقول يا رب يا اللي خلقتني. لا انا مسيحي ولا انا مسلم ولا انا ليا مله، ده انا خليقه ايديك. ايوه. عايز اعرفك انت فين. افتح لي قلبي. عايز اشوفك. لا انت مسيحي ولا انت مسلم ولا انت ليك حاجه، بس انت اقف قدامه وقول له انت اللي خلقتني وانا مسؤول منك. هيقف وهيمد ايده وهيفتح قلبك لانك تكون انسان وتبقى انسان كويس. لان ربنا موجود في كل حاجه، مش موجود له في له له في حيز معين او في طلب معين او في كنيسه او في جامع او في مكان، لا ده موجود في الميه في البحر، موجود في الشجر المزروع مضلل على راسي، موجودة في العربية اللي أنا راكبها، موجود في إيدي، موجود في عينيا، موجود في دماغي، موجود في إزاي يا أبويا ألاقي مكان ما فكرت فيه؟ إزاي ما أحبوش؟ إزاي ما أتعلقش بيه؟ بس إزاي ما أعيش معاه؟ تسمح لي أقول لحضرتك على حاجة، عشان الأخ اللي قال محتاج حد يساعدني قبلك. كان في راجل اسمه كارنيليوس متعبد للرب بأصوام وصلوات ويصنع حسنات كثيرة في الشعب، ومرة وهو صايم وبيصلي ظهر له ملاك الرب قال له يا كرنيليوس صلواتك سمعت والرب شاف تقواك كلها، لكن في كلام لازم تسمعه لكي تخلص به، وانا هديك اسم واحد اسمه سمعان بطرس، وهوصف لك عنوان البيت اللي هو فيه، ابعت هاته هيقول لك كلام ان قبلته هتلاقي الحياة الابدية. واداله عنوان البيت قال له ده هو نازل ضيف في بيت راجل برضو اسمه سمعان بيشتغل في دباغة الجلود وساكن عند البحر، ابعت هاته بسرعة. كان في السكة وهم ماشيين السماء بتكلم بطرس على ان لما الله يطلب منك حاجة تسمعها وتعملها حتى لو انت مش متعود عليها وقابلها، وروح مع الناس اللي جايين لك دول. فهي مش فكرة الإنسان يعني يقعد يفكر فيها، ده فيه كلمة الحياة الأبدية اللي عند المسيح بس. ساعات بيبقى السماء عايزة حد يوصلها. طيب ما اللي خلى الملاك يروح لكرنيليوس يديله العنوان والوصفة؟ طب ما تقول له انت الكلام اللي يخلص بيه. قال لك لا ما اعرفش اقدم الرساله دي. ليه؟ لان كلام الحياه الابديه عايز واحد يكون ورث الحياه الابديه ويكون واحد خاطي والمسيح برره
وخلاه ابن، هو بس اللي يقدر ينقل البشارة دي، عشان كده احنا ما عندناش الصلاحية دي. دي قصة جميلة ومجيدة. ف يعني السماء سمع كل حاجة احنا بنقولها يعني. يمكن تأكيدا على كلامك، الكلام اللي بنقوله في صلاة الصلح، لا ملاك ولا رئيس ملائكة ائتمنت على خلصنا، مفيش. هي معاملة شخصية إلهية من شخص المسيح، وأيضا مع إنسان يستطيع أنه يحمل دوت لآخرين. يعني ربنا عامل مستشفى للمجروحين ومستشفى للناس العاطبين. أحبائي احنا سعدنا جدا معاكم، خلونا نطلع فاصل صغير وبعد كده نرجع تاني نكمل حلقتنا وكلامنا مع أخونا الحبيب الأخ هاني نجيب، نتقابل معاكم بعد الفاصل. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين مرة تانية بعد الفاصل، نكمل حديثنا. ناس كتيرة أخي هاني بالذات، يمكن في زي ما بيقولوا حاجة بتصيب كل الناس اللي هي المرض، يمكن لأنه الجسد وشفاء الجسد شيء مهم جدا لكل الناس، دوت الخيمة اللي الناس شايلها وماشية بيها. مرات كتيرة بتاخد كتير من اهتماماتنا، مرات كتير في ناس بتتألم داخلها، وفي ناس كتيرة قوي بتصلي، وفي ناس كتيرة قوي لم تحصل على هذا الشفاء بعد. ياريت لو تكلمنا شوية عن الموضوع ده، نفسي كمان تربطه لنا زي ما بدأنا الكلام عن تجربة المسيح على الجبل. فين نلاقي الأمر دوت في تجربة المسيح؟ هو إبليس أخذ يسوع إلى جناح الهيكل وقال له ارمي نفسك، وحسب وعد الله أن أنت مش هتصطدم بحجر رجلك ومش هيحصل لك إصابة يعني في هذا الأمر، ده بالعكس ملائكته هيشيلوك. هي فكرة حلوة، ويمكن تبدو كأن هو ده الإنجيل الكامل، يعني إنجيل عملي مش كلام، لكنها فكرة شيطانية. فالمسيح قال إن دي تجربة، تجربة لله، وأنا التجربة دي ملهاش مكان في حياتي كابن. أنا بقول على حاجة، لو كان المسيح سجد لإبليس في الموقعة دي زي ما طلب منه كنا كلنا هنسجد، لكن المسيح طرحه خارجا من الملكوت الجميل اللي هو أسسه لنا. أمال جت منين فكرة إنجيل الشفاء؟ الشفاء عطية إلهية، يعني المسيح هو اللي شفى نعمان الأبرص، وهو اللي أقام الميت، وهو اللي كان بيرجع للمجنون عقله وللأعمى بصره، لكن دي كانت من معطيات الخلاص، إن المسيح اللي جاي يخلص الإنسان بيقول له أنا هو. فعشان الإنسان يعرف إن المسيح هو المخلص كان يفك من مرضه، كان يقوم ميته، لكن مش هي دي دعوة المسيح أن نعيش هنا وهكذا؟ لا، دعوة المسيح إن الملكوت الروحي اللي احنا ورثناه يزيد يزيد يزيد، وإن عمل الملكوت الأساسي فينا إن لما الموت يأتينا
مش من طبيعتنا ان احنا نقوم، لكن الملكوت اللي فينا سر قيامة. فبولس الرسول يقول المسيح أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. ليس إبطال الموت يعني إلغاء حادث الوفاة، ولكن الموت مات. طيب وكان إيه وحشة المرض؟ طب ما أدام المرض هو أحد وسائل فناء هذا الإنسان الخارج عشان الداخل يتجدد، طب إيه وحشة المرض؟ إنه كان مرتبط باللعنة قديما أو الضربة من الله، فارتبط في الذهن اليهودي وفي المفهوم والثقافة الدينية أنه لعنة. زائد أن بعض الذين ينادوا بإنجيل الشفاء صبوا اللعنات على رأس المريض حتى لو كان ابن لله. ليه؟ لأن الرب قال أنا هو الرب شفيك. تقولي طب وانت زعلان ليه؟ أنا مش زعلان، أنا نفسي إن أنا كل معي أخف، ونفسي كل خطر يقابلني المسيح يعمل معجزة، نفسي أمنيتي كإنسان طبعا. لكن أبدا الإنجيل ليس خادما لغريزة حب البقاء، الإنجيل ليس خادما لرغبات الإنسان اللي مش عارف يحققها عن طريق إنه بيصدق كلام ربنا. هي المخالفة جاية منين؟ إن الحياة الإنسانية اللي المسيح ملاها بشخصه تفرغ من مضمونها الإلهي بالإيمان، ويتفرغ الإنسان للدفاع عن نفسه بالإنجيل. دي قصة تانية. لا مهمة عايزك فتق شوي. ومناداة تانية وكرازة تانية. راحوا قدموا رجل مفلوج للمسيح، لقوا البيت مقفول من كتر الزحمة، فقعدوا يلفوا حوالين البيت لحد ما رصدوا كده الرب يسوع ليه المجد واقف فين حتة، وقدروا ينشنوا كده هو فين، وطلعوا من على السطح فوق وقعدوا يشيلوا الأجر ويشيلوا التراب ويشيلوا القش والخشب، وينزل بقى حاجات تراب تحت وعلى الناس اللي قاعدة وعلى الرب يسوع شخصيا، لحد ما عملوا فتحة ونزلوا الراجل بحبل عشان يبقى المسيح. أعتقد أن العملية دي استغرقت مش أقل من ساعة بالتأكيد، ده لو شطار كمان. والراجل شايلينه وجايبينه زي حتة القماشة وينزلوه من السقف، أكيد بقى العملية فيها يعني حاجة عظمى، يعني فوجئ أنه لقى نفسه قدام واحد بيقول له يا إنسان مغفورة لي خطاياك. إيه ده؟ هو كده بس؟ أولا يا إنسان دي الكلمة العزيزة والغالية بتاع المسيح، هو كان مسمي نفسه ابن الإنسان. يا إنسان يلي روحي فيك، يلي حياتي ليك، غفرت لك كل خطاياك. اللي واقفين قالوا مين ده؟ استغفر الله العظيم اللي يغفر الخطايا. قال لهم لكي تعرفوا أن ابن الإنسان له سلطان أن يغفر الخطايا، أيها الإنسان قوم امشي. دي الكلمة السهلة إن أقول للإنسان قوم عيش 30 سنة كمان، دي ما تكلفنيش حاجة، لكن الخلاص كلفني دمي. الخلاص كلفني
أن أضع حياتي وأصير عبد. طب يا رب، ما لما بقيت إنسان ما تعدل الظروف على الأقل بتاعتك، يعني أولا تريح أبوك وأمك شوية، توسع رزقهم شوية، أما تيجي تتولد يعني نقي حتة حلوة، رتب الظروف للولادة، يعني ما تقل أنا عايز أجيب الحياة الإنسانية بكل عطبها بكل مصابها وضعفها عشان أخليها إلهية لما عيشها. دكتور رأفت، المسيح رضي يعيش حياتنا وإحنا مش راضين نعيش حياتنا. أنا تعبان. طب هو كان يقدر طب مش بيعمل كده ليه؟ لأن قصة خلاصنا فيها اجتمعت كل المضادات، الضعف والقوة، الموت والحياة، الغنى والفقر، وهو الغني افتقر لكي نستغني نحن بفقره. لما المسيح بقى إنسان فقير، فقر الإنسان بقى غنى إلهي. دي أعجوبة المسيح اللي احنا بنقول عليها الخلاص. يعني الكنيسة بتقعد تتغنى لخلاص المسيح. في الجزء الأخير من القداس الشماس بيقول في المرد بتاعه، الأول الأب الكاهن يقول القدسات للقديسين، فيرد الشماس عليه يقول له خلصت حقا ومع روحك أيضا، يعني احنا الاتنين مع بعض يا أبانا، سوتيس أمين كيتو ابنافما سو أمين. الكنيسة بتقول المسيح ادانا اغلى عطية. يخش القديسين يعني في اعلى فعل سماوي اعطي للقديسين ان يتحدوا بالههم على مستوى ان حياة المسيح تبقى كمان في روحنا ونفسنا ولحمنا ودمنا. وتقعد الكنيسة تقول ايه؟ فمنا امتلأ ضحكا وألسنتنا ترنما. ده احنا من كتر الفرح بنضحك من غير سبب. من ايه ده كله؟ من الخلاص. انت فكرك شفاء المرض بيعمل كده؟ ما بيعملش. طب ما تديني الخلاص ومع الشفاء وماله منايا ورغبة قلبي، لكن أنا أشرف على قصة حياتك شخصيا. سيبني أرسمها لك، سيبني أخططها لك، ولو تعبت شوية أنا هو الرب شافيك. شافيني إزاي بقى وأنا لسه عيان؟ النبوة هنا تتكلم عن مساحة زمنية أكبر من حدث، تتكلم على حياة الإنسان التي فسدت وتلفت ثم شفاها المسيح. فصارت الحياة الإنسانية تبدأ بالتراب وتتجه إلى المجد، إلى فوق. متى أظهر المسيح حياتنا سنكون مثله، لأننا سنراه كما هو فينا. الترجمة الدقيقة بتاع الآية كده، كما هو فينا. يعني السر الجواني اللي عشنا بيه وقومنا من الموت هو المسيح رجاء المجد. طب واللعنة؟ رسالة كولوسي، بولس الرسول قال احنا كنا ملعونين، لكن
المسيح لما مات على الصليب محى الصك الذي كان ضدا لنا. الصك ده كان يقعد ينقشه يحفره بالدين، ده كان الشيك بتاع زمان منقوش ومحفور. كان المسيح يقول خطية يهوذا منقوشة بقلم من حديد، يعني مش هتتمسح. فيقول محى الصك، الصك ما بيتمحاش يعني ما بيتمسحش، بس لو دم المسيح لا يمسح اللي ما يتمسحش. اوعى حد يفتكر ان دم المسيح هو السائل الاحمر اللي نزل على الصليب بس، دم المسيح يعني حياته. لا لكل المجد في دمه. يعني حياته يعني قوته انسكب لأجلنا. محى الصك الذي كان ضدا لنا في الفرائض. طب هو الناس اللي كان بيكتب ضدها صك كانوا بيمسحوه؟ ما يتمسحش. كان لما الراجل كان يقعد الدائن والمدين قدامه والصك بينهم يقول له ادفع، اذا الراجل دفع يقول له ايه؟ ما هو الصك ما يتمسحش، يقول له خد الصك اخرمه عشان ما يطلبش بيه تاني. بولس الرسول يقول ايه؟ المسيح عمل الاتنين، محى الصك وسمره على الصليب عشان ما ينفعش يبقى عليا دين تاني، ورفعه من الوسط الداين اللي كان عامل زي المدعي العام، عامل زي النيابة، واقف يشتكي علينا قدام الله، ومعاه بقى مش صك ده، معاه خزنة مليانة صكوك. المسيح رفع الصك من الوسط وسمره على الصليب ومحاه. طب والنائب العام؟ طب وكيل النيابة اللي واقف يهيج القاضي؟ لما تسمع كلام النيابة تقول ده القاضي هيقوم يخنق المتهم في القفص، دي صنعة إبليس بيعمل كده، يقف يتكلم قدام الله يشتكي علينا وعلى إخواتنا في كم جلسة، يقول لك لا ده ليلا ونهارا، ده الزن شغال بالليل وبالنهار ضد القديسين. فالمسيح محاه مسمرا إياه على الصليب. أما خصمنا فقد أشهرهم جهارا. كلمة الإشهار دي كلمة معيبة قوي، ده يقولوها لما يجردوا رئيس من رتبه، يعملوا حاجة اسمها حفلة عزل، يشيلوا عنه رتبه. المسيح جرد الرياسات. يا سلام. تصدق وانا بكلمك كده انا فرحان قوي، وانا ده خلاص المسيح ده حاجة عجيبة قوي. وعلى فكرة القديسين لما يعيوا الأمر ده ما يبقاش هو الموضوع، لكن المسيح هو موضوعه. أنا شخصيا بعرف القديس ده المسيح هيتمجد في جسده بحياة ولا بموت، زي بولس الرسول قال المسيح يتعظم في جسدي إن بحياة أم بموت. أم بموت. أنا شخصيا بفهمها إزاي، بيبقى هو بيصلي والمؤمنين يصلوا، وبعد شوية تلاقي القديس، معلش ما حدش يستغرب ان انا بقول قديس، يعني انا فرحان ان انا اعاصر عهد بيعترف بقداسة القديسين. البابا كيرولوس السادس الكنيسة اعترفت انه قديس، مش الكنيسة اللي عملته قديس، هو قديس، السماء عملاه قديس، بس الكنيسة أمنت بقداسة البابا البطريرك، وأمنت بقداسة الشماس الأرشدياكون، وهي تؤمن بقداسة القديسين، القدسات للقديسين. ف
فلو لقيت القديس مع استمرار المرض ابتدى يتفق مع المسيح ويبقوا متفقين، اقول لك ده ماشي خلاص، هما الاتنين بقى ليهم المشيئة الواحدة. مش زعلان انه عيان، مش زعلان انه مروح، ده بقى شوق قلبه. وتلاقي كلمة الشفاء مش طالعة ومش مطلوبة، هذا شفاء إلهي. الحياة البشرية انقلبت من منحنى نازل إلى الفناء إلى قيامة ومجد. فدي قصة دكتور رأفت ودي قصة. أما إن أنا لما يخف، هو حد يكرهها دي؟ لا طبعا. وبعدين لما تكرز بيها، هي عايزة إيمان؟ ده اللي بيأمن، واللي ما بيأمنش يصدقك يا ريت، بس قول لي على الطريقة. الإنجيل ما فيهوش طريقة، الإنجيل فيه شخص. عشان نكمل الصورة يا أخي هاني، يعني أنا عايز أدلب دلوي هنا حاجة بسيطة، إن وقتنا انتهى. اللي أقدر أخده من كلامك هو الآتي، إنه الشفاء ليس هو محط التركيز، الحالة اللي أنا موجود فيها ليست محط التركيز، لكن فين مركزية المسيح هو ده محط التركيز. فأنا زي ما الرسول بولس بيقول، حتى يمكن اللي بيسموه الويلث اند هيلث، إنه الرسول نفسه بولس بيقول إنه في كل شيء وفي جميع الأشياء تعلمت إني أستفضل، يعني يبقى عندي كتير، وأن أنقص. اختبر آلام الشوكة واختبر النعمة اللي معاها. فالقضية هنا هي قضية مركزية المسيح في نظر الإنسان، مش مركزية العطية. لكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر. الشفاء مش في وسطها لكن في أجنحتها. الشفاء نتيجة لكن ما هوش اللي أنا طلبه، أنا طلبه هو. عشان كده الرسول بولس لما كان بيتضرع لأجل الشوكة، ما وطفر الشوكة دي بقى كل الناس تقعد تقول رأيها فيها، لكنها حاجة كانت مؤلمة ومعوقة، محدش يقدر يقول إن هي ما أدتش الدورين دولت. لما المسيح قال له تكفيك نعمتي، هو في الحقيقة حل القضية عنده، هو بطل بعد كده يطلب لأجل الشوكة. اتفقوا مع بعض زي أنا ما بقول بالضبط. وأحيانا الاتفاق دوت يؤدي إلى شفاء معجزي، لأن ده برضو اللي في مخ المسيح. وأحيانا يؤدي إلى نتيجة هي برضو اللي في فكر المسيح لما اتفق فيه معاها، رغم إن هي ما كانتش طلبتي من الأول. أحب أحط شخصية نادرة في هذا المجال، يوسف ابن يعقوب حبيبي. ده حياته يطلع من نقرة ينزل في دحديرة زي ما بيقولوا. وبعدين لما الواحد يبص على بيتهم وعلى حياتهم يقول هو ده بيت الأسباط؟ هي دي حياة الناس اللي المسيح قال عليه كان رجلا ناجحا، والترجمة الإنجليزية تقول عليه كان رجلا سعيد الحظ. إخواته يبعوه، يتباع في سوق العبيد، يروح يشتغل في بيت وزير الداخلية، يلبس قضية أداب، يترمي في السجن. إيه القصة دي؟ لكن يوسف بحسه القلبي أدرك أنها قصة خلاص بني إسرائيل، قصة ملوكية. حتى الآلام النفسية في الحديد دخلت نفسه زي ما بيقول الكتاب، يقول لهم ليس أنتم أرسلتموني، دي إرسالية، بل الله. دي قصة تانية، دي قصة مجيدة ورائعة. فكل ده دكتور رأفت يجي من العين المفتوحة، الله يعطيها لنا. يعني أنا عايز أكد على كلامك يا أخي هاني، يمكن لأحبائنا المشاهدين،
لما بنقرأ عن أبطال الإيمان في العبرانيين 11 نلاقي أن الإيمان هو هو ولكن مفاعيله وتأثيراته مختلفة من واحد للتاني. نلاقي إيمان بينقذ من حد السيف، بالإيمان نجو من حد السيف، وفي ناس بالإيمان اتقدمت ليهم النجاة وما قبلوهاش. وفي ناس بالإيمان رجموا ونشروا وتاهوا في براري وخفار ومغاير الأرض ولم يكن العالم مستحقا لهم. نفس الإيمان، لأن الإيمان هنا مرتبط بشخص مش مرتبط بنتيجة. الإيمان مسيرته زي إبراهيم، ربنا ما بعتش إبراهيم من أور الكلدانيين إلى إسرائيل، ربنا قال لإبراهيم إنه يتبعه، خرج وهو لا يعلم إلى أين يذهب لكن كان يعلم وراء من يذهب. أعتقد أنه مركزية المسيح في حياتنا هي اللي هتحل كتير من القضايا اللي عندنا، لأن الله ممكن يتفق، بل بالعكس ده يبقى بيفعل إيماني للشفاء لغرض، لكن كمان بيحطني مثل علشان خاطر مهما كانت العربية معطبة لكن وصلة للديستني بتاعها، واصلة للمصير بتاعها. يمكن العجل مش منفوخ كويس، يمكن واخد الاكسدام واخد له خبطة، يمكن، لكن العربية وصلت. هو دوت اللي المسيح عايز يحط عينينا عليه. سفر الرؤيا بيقول عن المفديين أنهم غلبوه بدم الخروف وكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. سمعت حد بيتكلم على الجزء الأخير ده؟ لا مش كتير. من انتصارات القديسين أنهم لم يحبوا حياتهم حتى الموت. أختم بالآية اللي بتقول الذي يضيع حياته من أجلي يخلصها، واللي خلص حياته بيضيعها، هذا هو الخلاص الذي يضيع النفس. أنا عارف أن معانا مكالمات وناس معانا على الهوى، لكن سامحونا لأنه يمكن إحنا يمكن في الجزء الأخير من حلقتنا، وأنا بتأسف لأي حد إحنا ما خدناش مكالمات النهاردة. نفسي الحقيقة نترك هذا المحفل المقدس، احنا على ارض مقدسة احبائي، مش عشان خاطر موجودين في مكان، احنا على ارض مقدسة لانه ربنا زي ما يكون بيفتح قدامنا سر الانجيل. سر الانجيل، الكتاب المقدس بيقول انه موضوع النبوة هو شخص المسيح نفسه. موضوع النبوة ليست الاحداث التي عاشها المسيح، المسيح نفسه هو روح النبوة. عشان كده الكلمة اللي بين ايدينا دي كلمة غالية، وجد كلامك فأكلته. النهاردة كنا بناكل وأنا بصراحة أصابني النهم الشديد وإحنا قاعدين بنتكلم، وإحنا بنتكلم على المسيح. المسيح، مركزية المسيح في حياة الإنسان المؤمن هي كل رأس ماله، مركزيته. ايه اللي بيحصل في حياته كله هيترتب عشان خاطر هذه المعية تستمر، وده يبقى كل غرض الانسان. اللي يقول له من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا في الارض، يبقى عندنا النصاحة بتاعت النبي اللي بيقول واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، مش لأنه مكان فيزيكال للسكنة، لكي أنظر، وبالإنجليزي أتمعن جيزنج، لكي أنظر في جمال الرب وأتفرس في هيكله. معانا دقيقتين يا أخ هاني، كلمة أخيرة للمشاهدين نختم بيها النهاردة ونقول لهم إيه؟
أعظم عطية منحت للإنسان هي الإيمان، والإيمان ليس منا، هو عطية الله. لا. فأنا بطلب من كل واحد من مشاهدينا، ويستوي عندي أكنت مسيحيا أو يهوديا أو مسلما أو متعلما أو غنيا أو فقيرا، أنا أخاطب كل نفس تسمعنا هذه ليلة إيمان. معروض على كل إنسان فينا أن يفتح قلبه لشمس البر والشفاء في أجنحتها. حدش فينا يعرف ليه في الوقت ده، في اليوم ده، في المكان اللي انت فيه، الله بعت لك الرسالة دي. له كل المجد والكرامة. آمين. آمين آمين. أعزائنا المشاهدين، هترككم في حضن المسيح. تصبحوا على خير، ونشوفكم في أمسية أخرى. ربنا معاكم.